احيانا تكون المساهمه في البناء ولو بكلمه، واحيانا تكون ولو بتسهيل معامله، فلا يحتقر الانسان شيئا مما قدم. في يوم من الايام وكنا نزور منطقه، فقال احد الاشخاص يقول انا ما استطعت ان اساهم في هذا المسجد، كان يستقل ما قدمه، يحتقر ما قدمه، يقول فقط تبرعت باربعه مراوح. فجاء احد الاخوه يحفزه على هذا، قال هذه المراوح كل دوره تدور المروحه لك فيها حسنه. فقال هذا في نفسه مداعبا يقول عقب برجع بخليهم رقم خمسه كلهم عشان يلفهم بسرعه ويكون له حسنات. فالإنسان أحيانا فعلا أنه قد يكون ما رزقه الله المال، ولكنه بشيء بسيط ولو كما قلنا بكلمة، بتسهيل معاملة، بكلمة خير قام هذا المسجد.